السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي التهديدات الأمنية بدأت تشكل خطورة أكبر من الأول، وكل يوم بتزيد الخطورة، وبالذات لما بيستعينوا بالذكاء الاصطناعي. ولذلك جبت لكم موقع اسمه كريمنال أي بي، ده مهم جدا، ومهم تنشروا الموقع دوت، ومهم تنشروا أي حاجة بتحمي الجهاز بتاعك، لأن الانتفيروس العادي ما بقاش كافي، محتاج إن أنت تاخد حذرك أكتر من اللازم. طيب الموقع ده فيه ميزة ألا هو إن هو فيه عربي، يعني هو 4 لغات منهم اللغة العربية، إنجليزي وكوري وأعتقد ياباني أو صيني والعربي. طب تعالى بقى نشوف العربي، هنلاقي إن هو بيديك معلومات عن السيرتيفيكيت المرتبطة بشبكة الإنترنت، يعني أي موقع أنت شاك فيه تقدر إن أنت تسأل فيه، تقدر إن أنت تاخد معلومات عن الموقع اللي أنت موجود. طيب خلينا نشوف كده مثلا إيه التوب 10. دي المواقع والثغرات الأمنية الموجودة فيها، لأن هو ممكن يحط ثغرة على موقع معين وأنت داخل عليه بكل هدوء تفاجأ إن الموقع بتاعك فيه مشاكل. دي آخر عمليات الفحص تمت. طيب خلينا نشوف كده موقع، وليكن مثلا موقع انستجرام، ونشوف إيه المعلومات. أنت بحط أي موقع أنت بتشك فيه. موقع انستجرام اهوت، ونبدا نشوف المعلومات اللي عن الموقع دوت. بدا الفحص، يبدا الفحص. خلي بالك ممكن يكون الموقع مثلا انت تعود تدخل على الاهرام.com ودخلت على موقع الاخبار.org، ممكن تلاقي موقع مشكوك فيه او موقع سيء. يعني فيسبوك مثلا فيه 2 او، انت لقيت جات لك رساله من او واحده، فانت تحط هنا ويبدا ان هو يفحص لك الموقع، هل هو فيه اي ملفات مخفيه، ملفات مشبوهه، في زر اعاده توجيه وهكذا، لان ممكن يجيلك رساله الرساله كلها زي الرساله الموجوده من الفيسبوك او من الجوجل، لكن هم واخدين موقع مختلف. يعني ممكن انستجرام مثلا مفيش حرف الايه، واكيد مفيش حد هيدور على حاجه زي كده، هو بيبدا يدور لك اهوت، ويبدا يقول لك اذا كان في مشاكل ولا لا، وفي الاخر هتعرف اذا كان الموقع دوت في مشاكل او في خطوره ان انت تدخل عليه ولا لا. تمام، الميزه ان هو بالعربي فسهل التعامل معاه. ممكن هنا تبدا تشوف الفيروس المعطل والشهادات، الصور، الموقع، ممكن عندك صورة مثلا تبدأ انت تشوفها، وهتلاقي كمان معلومات، وفي افضل الممارسات واخبار الامن السيبراني والجديد في كريمنال اي بي. وزاد ان انت لو مبرمج او عندك موقع ممكن تخليه يبقى جزء من الموقع بتاعك، ممكن تربط بينك وبين الموقع دوت، ممكن تعمل تبرمج من خلاله اي بي اي وهكذا. وفي الاسئلة الشائعة هيت، ما هو كريمنال اي بي؟ بحث متعلق بالتحليل الذكي للتهديدات السيبرانية، يبحث المنافذ المفتوحة لعناوين اي بي في العالم عشان برضو يتأكد ان الاجهزة مفيش اختراق ليها او مفيش حد بيتجسس عليها. ايه بعض وظائف الكريمنال اي بي؟ بيبحث عن الثغرات الامنية في المواقع وانترنت الاشياء. ممكن يكون السمارت هوم اللي انت عامله تم اختراقه فتخليه يفحص لك الجهاز بتاعك. اين يمكن استخدام كريمنال اي بي؟ بالتحليل الذكي لتهديدات واجهة برمجة التطبيقات على جميع الاجهزة والخوادم ورقم واتساب نت. كريمنال اي بي بيقوم بجمع البيانات تحصل باستمرار في الوقت الفعلي. ما مستعرضات الانترنت التي يمكن استخدامها الكريمنال اي بي؟ ممكن توصل له من اي حاجة خالص، اي متصفح فايرفوكس، جوجل كروم وهكذا. تقدر تسطب اي برنامج تحتاج ان انت تسطب، مش محتاج ان انت تسطب اي حاجه خالص، هو معتمد كخدمه سحابيه SaaS. الحساب سهل جدا، انا مسجل حساب. اخر الاخبار، هتشترك في القائمه البريديه. انا بقى بشرح لك ايه البحث في الاصول، الموقع والمنافذ المفتوحه والبحث في المواقع.
تديله URL البحث في الصور، هترفع له الصورة وهو يبدأ يديك عنها معلومات، تبحث عن الثغرات في برامج الضارة. ده الموقع، ويستحق الاهتمام على أساس الخطورة اللي بتحصل كل شوية للهجمات والاختراقات، لأن حصل إن في ملف اتسلل للموقع بتاعي، وحتى لما مش يعني رجعته، بس بيبذل جهد كل يوم عشان نرجعه زي ما كان.